وشوشة. صباح السعادة كان بيتحضر له كويس جدا، يبان للناس ان هو حاجة بسيطة، وكنا بنطلع نقول بنهرج ومش عارف ايه، بس عشان تطلعي تهرجي وعشان تحضري موضوع يبقى كويس مع الناس دي حاجة مش سهلة، لان كل البرامج بتحاول تهرج، كله بيفكر اوت اوف ذا بوكس، في الاخر بتلاقي نفسك جوه البوكس مش اوت خالص. شايفة ان تحضيره كان اصعب وكان بيحتاج طاقة، لان انت لو ايا كان اللي عندك بره الهوا انت لازم لازم تطلعي الهوا مبتسمة على الآخر وبتضحكي على الآخر ومبسوطة على الآخر، ومهما كان عندك ظروف، وكانت حقيقة كتير بيحصل لنا ظروف برا الشغل ونطلع بنضحك، بس أنا شايفة أن أنت تطلعي تتفقلي وتدي ضحك وكده ده أوقات بيكون صعب لو أنت عندك حاجات برا. هو الأول كان الناس متخيلة أنه هو بيبقى جزء تاني من 5 لـ7، أنا كنت خلاص في صحصح يومك عملت بقى الضحك والتهريج والتفاؤل وخلاص يعني السكة دي. في برامج تانية الصبح بتقعد تقول أخبار وبتقعد تقول، ودي ناس محترمة جدا، بس إحنا ما قعدنا نتفق على البرنامج ده وقلت له يعني الأول ابتديناه حلقتين ثلاثة كده كانت حاجات نوعا ما جد وبنتكلم على الاجتماعيات والكلام ده، بعد كده قلت لحسام أنا وهو أكيد برضو كان عنده خبرة بالناس دي، قلت له الناس عايزة الصبح تتفائل وعايزة تضحك وعايزة كل ما هو فيه ضحك، يعني عارفة التهريج اللي وأنت قاعدة مع صحابك الناس عايزة تسمع كده، مش عايزه تسمع وانتي بتتكلمي عن حاجه بعيده عنهم، لا كلميني عن اللي انا حاجات اللي بشوفها كل يوم والكلام ده. فابتدينا واحده واحده في المواضيع دي، ومعظم المواضيع المترقعه اللي هو كان حد يقول ازاي اتعملت على الراديو كنت انا دايما اقترحها، وحسام يقول لي يا بنتي مش هتنفع، يا بنتي ما يصحش، يا بنتي نطلع نقول كده. الافواره اللي بتحصل من الناس في العزا، يعني العزا دلوقتي بقى فاشن شو، يعني الناس بتروح العزا عشان ومصطنعين، وقعدنا كده وبعدين عملنا مثلا النيش والحاجات اللي ملهاش لازمه في البيت، وبعد كده عملنا الجوازات ومسكنا كل المواضيع اللي في الدنيا، يعني بصي ما سبناش حاجه. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي، www.washwasha.org.